السلام عليكم، مبروك هاد الخيرات. نتوما دابا اليوم الحمد لله كيفاش كتشوفوا الجو ديال الشتاء هنايا في هاد المنطقه ديال الشاويه؟ الجو مزيان وجات في الوقت المناسب تاعها، باقي الوقت للزريعه، وبنادم ان شاء الله غيحيد الجو تاع الشتاء اللي بنادم تبدا تزرع. الزريعه اللي كتكون هنا في هاد المنطقه ديال الشاويه، شنو علاش كتعتمدوا بالضبط؟ تعتمدوا على الشعير، القمح، هادشي اللي تعتمدوا عليه. وليا بالنسبه للارض هنايا، واش كما كيقولوا بالعربيه ديالنا، واش روات مزيان ولا باق؟ روات مزيان، دابا صالحه للزريعه، دابا تنوض مزيان. يعني دابا لا الى تسنينا واحد شويه الوقت وحرتنا، يعني غيجيب الله خير. معقول، غادي يجي، مازال باقي يجي الزرع، باقي يجي كلشي. دابا انت دابا بنتي لنا جايبه التراكتور فيك. حنا دابا قلبنا الارض واش صالحه للزريعه ولا لا، ولكن باقى شويه، باقي خاص واحد شويه الشمس، وهذا غادي نتوكلوا على الله ونبداو نزرعوا ان شاء الله. شوفوا هاد الخضوريه وهاد، واش هذا مسقي ولا شنو؟ لا هذا مسقي شويه بكري، هذا علاش ناضح هكا مزيان. بالنسبه للماشيه دابا البهيمات الغنم وداك الشيء، يعني تقريبا شحال من يوم تقريبا دابا ويوليوا انهم يستافدوا من هاد الشتاء اللي صبت اليوم؟ واول واحد شهر تاع الايام، شهر هذا اللي استافدت منه. والفلاح كان متخوف شويه، كان بدا كيبيع في الغنم ديالو، بدا كاين اللي باع الغنم، كاين اللي باع، شحال منهم انا سمعتهم باعوا الغنم. يعني علاش زعما خافوا من ان يقدر يقول لك الوقت غيدوز عليا ويقدر ما يكون والو تبقى حاصله عندي، لا ما نبيع دابا. واش الفلاح دابا دائما ولا راد باله مع ديك النشره الجويه ولا بخلي الامر الله سبحانه وتعالى؟ وديما بنادم حاضر الجويه، ديما بنادم خاصو يشوفها.